عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم، أرجو أن تكونوا بألف خير. نتناول اليوم درسا من دروس التراكيب وهو نصب الفعل المضارع. فمتى ينصب الفعل المضارع؟ وما هي الحروف التي تنصب الفعل المضارع؟ وما علامة نصبه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في درس اليوم. أعزائي الصغار، تعلمنا في دروس سابقة أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فهيا بنا لنحدد أمثلة درسنا. المثال الأول: يقرأ التلميذ الدرس. فيقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لاحظوا المثال الثاني: يحاول التلميذ أن يقرأ الدرس. دقق عزيزي جيدا في الفعل المضارع يقرأ. كان الفعل مرفوعا في المثال الأول فأصبح منصوبا. فلماذا نصب هذا الفعل؟ لاحظ أن الفعل سبق بحرف النصب أن. ها هي الجملة أمامك: يحاول التلميذ أن يقرأ الدرس. أن يقرأ، فالحرف الناصب الذي نصب الفعل المضارع هو أن، والمضارع المنصوب هو يقرأ، وعلامة نصب هذا الفعل هي الفتحة الظاهرة على آخره. إذن يقرأ فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المثال الثاني: هل يتهاون المجتهد في إنجاز واجباته؟ فيتهاون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه كما ترون هي الضمة الظاهرة. انظروا إلى المثال التالي: لن يتهاون المجتهد في إنجاز واجباته. لاحظ عزيزي، الفعل المضارع في المثال الأول كان مرفوعا وأصبح في المثال الثاني منصوبا، فلماذا نصب هذا الفعل؟ سبق هذا الفعل بحرف النصب لن، فصارت الجملة: لن يتهاون. أقول لن يتهاون. إذن حرف ثاني نصب الفعل المضارع هو لن. إذن لن كذلك من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. ننتقل أعزائي إلى مثال ثالث: تزداد معارفي بالقراءة والاطلاع. أريد تزداد معارفي بالقراءة والاطلاع. دققوا أعزائي في الفعل تزداد، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما بالنسبة لي أقرأ وأطالع كي تزداد معارفي. كي تزداد معارفي. لاحظوا الفعل تزداد فعل مضارع منصوب، فبماذا نصب هذا الفعل؟ نصب بالحرف الناصب كي.
والفعل المضارع المنصوب هو تزداد، وعلامة نصبه كما هو واضح في مثال هي الفتحة الظاهرة. إذن كي من الحروف التي تنصب الفعل المضارع، فماذا نستنتج أعزائي من خلال الأمثلة المدروسة؟ نستنتج من الأمثلة السابقة ما يلي: ينصب الفعل المضارع إذا سبق بحرف من حروف النصب الآتية: أن، لن، كي. وتكون علامة نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة. أعزائي عزيزاتي، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. أرجو أن تكون الفائدة قد عمت. نلتقي مع تدريبات متعلقة بنصب المضارع. عزيزاتي أعزائي، نلتقي من جديد مع حصة التدريبات المتعلقة بنصب الفعل المضارع. تذكروا أبنائي الأعزاء أنه كي يكون الفعل المضارع منصوبا يجب أن يكون مسبوقا بحرف من حروف النصب التي تعرفنا عليها سابقا، وهي أن، لن، كي. المطلوب منكم أعزائي الصغار هي إنجاز التطبيقات التالية. التمرين الأول: عين الفعل المضارع المنصوب والحرف الناصب. سأقرأ عليك الجمل عزيزي عزيزتي: اجتهد كي تنجح في حياتك، لن تجني الخير ما لم تفعل به. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. واضح أن المطلوب هو تحديد الحرف الناصب والفعل المضارع المنصوب. ننتقل للتمرين الثاني. المطلوب هو أن تملأ الفراغ بحرف ناصب مع شكل الفعل المضارع. إذن أهمل دروسي، اقبل النصيحة، فراغ تنجو من المخاطر، أحب أذهب إلى البحر. ومع التمرين رقم 3، املأ الفراغ بفعل مضارع منصوب. يجب عليك أن، قانون السير، نصلي كي، رضا الله، لن، البيت قبل إنهاء واجباتي المدرسية. أعزائي عزيزاتي، لا تنسوا مراجعة أجوبتكم، وإلى اللقاء. مع تمنياتي لكم بالتوفيق، أستاذتكم التي لا ولن تنساكم.